قرش الميجاليدون هو أحد أكبر الكائنات البحرية على الإطلاق. تخيل إن وزنه كان بيوصل لخمسين طن وطوله من 15 لعشرين متر. الميجاليدون كان في يوم من الأيام أكتر الحيوانات المفترسة المهيمنة في البحار. الميجاليدون بيتميز بالقوة الهائلة والأسنان الضخمة. طول أسنانه 18 سنتيمتر وعرضها 13 سنتيمتر. ده غير إن قوة فكه كانت بتوصل ل 18 طن، يعني يقدر يقطع الفريسة نصين بسهولة. والميجاليدون أصلاً معناها السن الكبير. الميجاليدون بأسنانه الحادة وطبيعته المفترسة كان أكل للحوم، وأكيد كمية الأكل اللازمة لازم تناسب حجمه، عشان كده كان بيتغذى على الحيتان أو حيوانات أصغر شوية زي القروش العادية أو الدلافين. قرش الميجاليدون واضح فعلاً إنه كان شديد الخطورة، ومفيش قدامنا غير إن إحنا نقول الحمد لله إنه انقرض، ونتمنى إنه ما يكونش فيه فصائل منه موجودة في أعماق البحار، لكنه كان نظام بيئي متكامل بياخد دوره في الإبقاء على التوازن البيئي في المحيطات. ياريت لو بتحب النوع ده من الفيديوهات ما تنساش تعمل لايك وفولو.